السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا موقع هو يعتبر زي بلاتفورم لتبادل المعلومات للناس اللي شغالة في مجال بيم، اسمه 3D ريفو. هتلاقي الرابط أسفل الفيديو. ممكن أقول له أنا عايز موديل، أبدأ أختار الموديل اللي أنا عايزه، أرتكشر ستراكشر لاندسكيب، أضغط عليه يبدأ يحمل لي الموديل. أبدأ أختار بقى الحاجة اللي أنا عايزها ويبدأ يحملها لي. اقول له شو اقول، عايز اشوف كل حاجه بالشكل دوت. اكتر من فيو للشكل، كده انا ماشي كأني طيارة هليكوبتر. ده بيديني بقى معلومات الستاتس، هل المشروع خلص، ان بروجرس، فور ابروفال، كلوزد، اوبن، الاساين للكلاينت ولا للسبلاير ولا اسيت مانجر. لو في اي ملحوظات بيبدا يجيبها لي سكرين شوت. فهو من ال المواقع كويسة اللي تقدر تشتغل من خلالها، بالذات لو الموديل بيعمله أكتر من شركة، المعماري شركة والإنشائي شركة، بيبقى فيه أكتر من طرف، فتقدروا تتبادل المعلومات ويقدر الإدارة تشوف المشروع من غير ما يسطب أي برنامج، ويقدر يكتب كومنتات زي ما هو عايز.